سفر إشعياء 53، إصحاح 53. من عدد واحد بيقول كده: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، وهو مختبر الحزن، هو كان بيرفع أحزاننا وأوجعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. من الضغطة ومن الدينونة أخذ، ومن جيله من كان يظن أنه قطعة من أرض الأحياء، أنه ضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته، على أنه لم يعمل ظلما، لم يكن في فمه غش. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب يده تنجح، من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين، يبرر كثيرين. إحنا بمعرفة الرب بنتبرر بسبب عمله، وهو على الصليب موجوع حزين شايل كل حزن وكل ضغطة، إحنا بنتبرر. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومن العظماء، يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. اللي جوايا وأنا جاي بعبد كده وبصلي، الرب إدى فداء لنستمتع بالفداء ده. الرب دفع الثمن، حزنك، خوفك، ضعفاتك، أوجاعك، الرب دفع تمنها عشان أنت تاخد، عشان أنت تاخد تبرير، عشان أنت تاخد فرح، عشان أنت تاخد قوة ونصرة. تعال استمتع، مد إيدك كده للرب وقول له أنا باخد وبستقبل في حضورك. في فدا كامل من الرب، فدا كامل لأي حاجة بعدي بيها، أي حاجة مش في مشيئة الرب، أي ضعف، أي خوف، الرب دفع ثمنه. أمين. وإحنا جايين عند المائدة، إحنا بنقول الرب إحنا بنؤمن بفدائك، عملك ده ما رحش كده وخلاص، لكن إحنا بنستمتع بيه. أمين. إحنا جايين نفرح بيك، إحنا جايين ناخد اللي أنت دفعت ثمنه بالنعمة، بالنعمة. هاللويا. غمض عينك كده وعظم الرب اللي سكب نفسه لكي يفدينا. نعم، سفك دمه لأجلنا. نشكرك، نشكرك ونعظمك. نعم يا رب، جايين نستمتع بحضورك، جايين نستمتع بفدائك. نعم، لينا فداء يا رب، لينا فداء. أنت تفدي كل أمور وكل ضعفات إحنا بنمر بيها، كل أتعاب افتقر لكي يغنينا. نعم، لينا بركات في الرب، الرب باركنا بكل بركة روحية في السماوات. نعلن كده ان لينا الكل، لينا الكل، الرب دفع ثمن الكل، فانا جاي استمتع بالرب. فيش حاجه تضعفني، ما فيش حاجه توقفني او تفرملني على الرب، لكن انا جاي استمتع بكل اللي ليا في الرب. هللويا، هللويا، ليا الفداء. نحن نعلن يسوع، نعلن حضور يسوع، هو أمس واليوم وعيد.
وكلما ندعو
ندعوك يا روح الله سود علينا. روح الله تعالى متوج إلى الأبد. حسب كثرة عظمته لك يا يسوع القوة والقدرة لك لك يا يسوع لك يا يسوع متوج إلى الأبد أشراف شعبك آمين الذي أحبنا الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله له المجد والسلطان مكانتي ملك أنا ابن الملك وعزا مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحامل المذبوح مجدا وعزا مجدا وعزا وكرامة للحامل المذبوح الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين 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 الذي وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين 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 كم يحلو لي أن
أرفع اسمك أنت فديا، ما أعظم حبك أشدو غني، لشخصك أفرح أفرح دوما بك. هللويا هللويا للرب الإله، افرح بالرب فدانا بدماء. هللويا لا دينونة علينا. هللويا هللويا للرب الإله، هللويا فدانا بدماء. هللويا محى صفقنا صف يحدث بحبك،
توجك ملك سيد علينا، نعلن مع كل الكائنات السماوية قدوس 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 قدوس، نصرخ أمامك قدوس، فتمس شفاهنا بجمرة يا رب، تقدسنا بالتمام، وإحنا بنسبح. نعم الرب يغمرنا ويقدسنا، وانت بتسكب قدام الرب كل طيبة كل الغالي. نعم الرب يسكب عليك نعمة وقوة قداسة. ها صوت الملائكة يعلو في محضرك، يهتفون كلهم قدوس، ساجدين أمامك رافعين الصبح لك، معلنين أنك قدوس. هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا، نهتف لملكنا القدوس، نسجد نحن رؤوسنا، نفرح تيجاننا عند قدميك يا قدوس. هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا، نهتف لملكنا القدوس،
شهوتي أن تتغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اغتل لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. قدوس إشعياء واقف وسط المشهد ده. الرب كمان سكب قداسته عليه. نعم يا رب اسكب علينا، اسكب علينا يا رب. نعم يا رب ننفتح امامك، نفتح نفسنا امامك، نخرج بره القشره النفسانيه والجسديه ونطلق ارواحنا امامك. اسكب فيها بغناك، فتتلذذ بالرب ويعطيك سؤل قلبك. نعم يا رب انت كل مشتهانا يا رب، نعبدك نعبدك يا رب. تفرح قلوبنا عندما نراك، تطمئن قلوبنا عندما نراك، نهتف ليك عندما نراك. نعم الملك ببهائه عينانا تنظر. نشبع بجماله، نهدي لجلاله أحلى الأناشيد، يملانا نوره يغمرنا
نسروره نهتف حضوره حمد وتقدير ندخل لحجاله ندخل لحجاله نظروا إليه واستناروا نهدي لجلاله أحلى الأناشيد يملانا نوره يغمر نسروره نهتف حضوره حمد وتمجيد قولوا هللويا هللويا قولوا هللويا 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 حمد وتمجيد هللويا حمد وتمجيد بقلوب فرحانة بقلوب فرحانة هاللويا مبارك اسم الرب هنشوف ايات هاللويا مين يقول امين معايا هنشوف مين مصدق ما زال بيعمل هو امس واليوم والى الابد امن بده انه هنشوف واعلن ده وصدق واتوقع وانتظر وهنختبر وبنختبر على فكره احنا عايزين نسمع اختبارات جميله ربنا بيشتغل ربنا بيعمل عايز اقول لك خبر صار ربنا بيعمل مش متفرج وشغال وفي أمور عظيمة بيجريها وسوف نرى أعظم مع الرب هاللويا مبارك اسم الرب الأبد عايز أتشارك معاكم بمشاركة من الرسالة العبرانيين والإصحاح الأول ربنا يبارك جان والشباب المسبحين رسالة العبرانيين والإصحاح الأول والأعداد الأولى من رسالة العبرانيين عايز أقرأ معاكم من أول عدد واحد يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي هو
نتكلم عن الرب يسوع لكل المجد، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. هاليلويا. الرسالة للعبرانيين رسالة كتبت ليهود آمنوا بالمسيح وبيعانوا من اضطهاد شديد بسبب إيمانهم. إيمانهم بالرب خلاهم يدفعوا ثمن غالي، خسائر مادية اجتماعية، اضطهادات تصل مرات إلى حد الموت، ومعاناة رهيبة. كل الناس اللي حطت إيمانها في شخص المسيح وعبرت من اليهودية إلى المسيحية. فكاتب الرسالة بيشجعهم، يعني ده واحد من أكبر الأغراض الرئيسية للرسالة دي، هو تشجيع المؤمنين اللي بيعانوا، المتألمين اللي بيعدوا بأوقات صعبة في حياتهم. فالرسالة بتعالج المؤمنين المتألمين. طب بيقدمها إزاي؟ إيه الزاوية اللي بيها بيعالج مؤمن متألم؟ يا ترى بيقول له إيه؟ إيه اللي حاب يقدمه للمتألمين؟ حاجة عجيبة جدا. الملحوظة القوية اللي موجودة في رسالة العبرانيين إنه بيقدم ليهم المسيح الأعظم، وده العلاج. فلو خدت بالكوا كده، أنا آخر عدد قريته يقول صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. كلمة أفضل تيجي 13 مرة في رسالة العبرانيين، وكأنه في كل إصحاح بيجي مرة، لأنه 13 إصحاح. يقدم لنا المسيح الأعظم الأفضل. فالملائكة عند اليهود ليهم مكانة كبيرة، فيقول لهم المسيح أعظم من الملائكة. بعدين أصح واحد واثنين، أصح ثلاثة يقدم ليهم مين كان في عين اليهود ليه مكانة كبيرة قوي. موسى ده رهيب، ده الرب ما خلاهمش يعرفوا مكان القبر بتاعه، هيعبدوه. موسى حاجة رهيبة، وميقدم لهم في أصح ثلاثة المسيح أعظم من موسى. طيب رئيس الكهنة هارون أو الرئيس كهنة، يقول لهم المسيح أعظم من هارون. طب يشوع اللي قسم الأرض، يقول لهم المسيح أعظم من يشوع. فيقدم لليهود يقول لهم المسيح هو الأعظم، هو أعظم من الملائكة، هو أعظم من موسى، هو أعظم من يشوع، هو أعظم من هارون رئيس الكهنة، هو الأعظم. ودي كأنها الرسالة المعزية اليوم، بيقولوا في ثمن بتدفعه لإيمانك، بس انت ارتبطت بالأعظم. ويقدم لي ثلاث تعبيرات عن يسوع الأعظم في عبرين 2، عبرين 4، عبرين 7، بس يقول له حاجة مرتبطة بالواقع بتاعه. فأنا عايز أبص على الثلاث آيات دول. الثلاث آيات دول في كلمة متكررة فيهم، كلمة يقدر. فثلاث مرات يقول عن المسيح في عبرانين هو يقدر، الأعظم يقدر. من يقول أمين معايا؟ يسوع الأعظم بيقدر. تعال نشوف بيقول إيه للمتألمين. عبرانين أصح 4، أنا هاخدهم 4-2-7 عشان هقول لكم ليه هاخدهم بالطريقة دي. فناخد عبرانين 4 وعدد 14، بيقول فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار. كلمة إقرار الاعتراف، الإعلان، يعني أنك تعلن وتقر وتقول بصوت مسموع بكل قوة أن يسوع هو رئيس كهنتنا العظيم. بعدين يقول عدد 15، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. نداء لكل متألم، لكل حد بيعدي بوقت صعب ووقت تقيل عليه، يقول لي هنا المسيح الأعظم يقدر أن يرسي لضعفتنا. يقدر رئيس كهنة بيرسي لضعفتنا. وعايز يقول لي الملائكة ما تحسش بيك، يبعتهم ربنا لخدمتك بس عمرهم ما يشعروا بيك. ليه؟ لأنهم عمرهم ما عبروا باللي انت عبرت بيه.
ما عدوش في اللي انت عبرت بيه، ما يحسوش بألمك. يقول لهم اعملوا كذا، يرسلهم الرب لخدمتك، بس ما يشعروش بيك، لأنهم أرواح لم تتألم وعبرت بالأوجاع بتاعتنا على الأرض. أمال مين اللي عبر وحاسس بينا بقى؟ حبيبي مبارك اسمه، هللويا. بص يقول هنا تاني إيه؟ يقول بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. الحاجة الوحيدة اللي ما هو ما اختبرهاش الخطية لأنه قدوس. رسول بطرس يقول الذي لم يفعل خطية. الرسول يوحنا يقول الذي لم يعرف ليس فيه خطية. رسول يوحنا يقول ليس فيه خطية، فصح ثلاثة. رسول بولس يقول عنه الذي لم يعرف خطية، لم يفعل وليس فيه ولا عرف خطية. ده القدوس البار اللي قال من منكم يبكتني على خطية. بس عارف بقى، جرب في كل شيء، عبر باللي انت بتعبر بيه. هو بكى، هو بيعدي بوقت أحزان، هو انتقل يوسف في عمر مبكر. يوحنا المعمدان يبكي متألما معنا، يشعر بفقدان الأحباء وألم فقدان الأحباء. هو يتألم معنا وجرب معنا، ظلم يشعر بالمظلومين، رفض من الناس، يشعر بالشعر بالرفض وعدم القبول وعدم الترحيب بي. قدم خير ولقى شر، تقولي أيوة حصل معايا كده، أقولك هو حس بيك، هو عارف اللي انت بتعبره، هو مقدر اللي انت بتعدي فيه. هو جربة ايضا الام الظلم، الاهانه، هو اهين، شتم، سخروا بيه، عيروه، قالوا عليه كلمات مش حقيقيه. عبر بكل اللي انت بتعبر بيه من اوجاع. هل كان عبر بوجع انه ما عندوش امكانيات؟ ما كانش عنده امكانيات. مره ما حدش عزمه في البيت، ذهب وبات في الجبل، حدش قال له تعالى تفضل نام عندنا، نام في الجبل، ما كانش ليه مسكن، ليس له أين يسند رأسه. يعني ايه؟ يعني يعبر. طب وحتى القريبين منه قلبوا عليه؟ طبعا، حتى اقرب الاقرباء. هو عبر، هو يشعر بيك. هنا يقول تعبير يرسي لضعفاتنا. كلمة يرسي يعني متفهم، حاسس بينا. والتعبير أكتر يتوجع، لو عايز تعبير أدق لكلمة يرسي، بيتوجع معايا، بيتألم معايا، لأنه مدرك اللي أنا بعبر بيه. مش واحد بعيد مش دريان، لا 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 لا، ده عبر، ده عبر، ده حاسس بيك، حاسس بيك وبكل اللي أنت بتعبر بيه، بكل اللي انت بتعبر. هو مدرك دوت. نفسي الرسالة توصل ليك لو انت متألم النهاردة. هو مش بعيد مش واخد باله، يعني في ناس قالت له كده، ممكن تكوني انت او انت قلت له انت مش حاسس بيا، انت مش حاسس باللي انا بعبر بيه، بس ده ظلم واقع عليه. ليه؟ لانه حاسس بيك. يرسي، بص التعبير، يقدر ان يرسي لضعفاتنا. هو قادر ان يشعر بألمي. هو يجي جنبي يطبطب عليا يقول لي انا حاسس بيكي، انا حاسس بيك بوجعك. تقولي الوحدة، أقولك قال لهم كلكم هتسيبوني، سابوه ولا ما سابوش؟ هو حس بيكي، حس بيك، هو عارف اللي انت بتعبر بيه. الناس اللي بتاكل معاه، واحد يبيعه تاني ينكره، هو عبر بالخيانة والخدر وعدم الأمان. لا 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 لا، كل مش هقعد احكي ساعة بقى أقولك المشاعر اللي احنا بنعبر بيها، هو عبر بيها. فهو يقدر أن يرسي لضعفاتنا، ودي تفرق معايا قوي قوي. يجي يحط إيده على كتفي يقول لي حاسس بيك، مقدر الألم اللي انت بتعبر بيه، طبطب عليك كده. وانا عايز أقول لكم هو بيعمل كده على فكرة، يمكن انت مشفتهوش، بس هو بيعمل كده، طبطب عليك، طبطب عليك كده يقول لك انا حاسس بيك. وما حدش حاسس بيا من الناس، كله بيقول لي ربنا معاكي وربنا يقويكي، وما حدش دريان، ما هو اصل مش عارف اللي ايده في ايه، مش ايده، بس 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 حبيبك يسوع دريان بيكي، حبيبك يسوع دريان بيكي. مين يشكره معايا النهارده؟ هللويا. 2، واحد يرسل ضعفتنا، 2، تعالى لي عبرانيين 2 والجزء عدد 17 و18، يقول لي ليه جزء من التجسد، وكان في حاجة مهمة. يقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون إيه؟ رحيما.
رئيس كهنة أمينا في من الله حتى يكفر خطايا الشعب. كان لازم يكون نفس الجسد يجي ياخد نفس مكانتنا وياخد مكاننا على الصليب ويدفع العقوبة كاملة في الصليب. لكن كمان يقول لي من زاوية تانية، مش بس عشان يدفع ثمن خطايانا ما ينزلش من على الصليب إلا يقول قد أكمل، لكن اسمع تعبير اللي جاي، لأنه فيما هو قد تألم مجربا. ماله بقى؟ يقدر إيه؟ أن يعين. واحد يطبطب عليك يقول لك أنا حس بيك. اتنين، أنا ليه حملت أربعة قبل اتنين؟ عشان أقول لك هما بيمشوا كده. أول حاجة يجي ياخدك في حضنك ويطبطب عليك ويبكي معك ويتألم معك، يقول لك أنا حس بيك، أنا مقدر اللي أنت بتعبر بيه. اتنين، يعين بقى. يعين، يعين هنا يقدم يد المساعدة، يمد ايده ويمسك بايدك. في ترجمه جايبها يمسك بيدك وانت تعبر في التجربه. هللويا هللويا. يجي يمسك ايديك كده ويقول لك انا معك، انا اعينك يقول الرب، انا همشي معاك الحته دي، انا عارف اللي بتعبري بيه قد ايه صعب. مش بس يرسي لضعفي لكن يقول لي هعينك. في احد ترجمات تانيه جايبه كلمه يعين يعني يسرع لاسعافك، يجري عشان يلحقك. تعبير تاني يقول عن كلمة يعين بمعنى يسرع، يسرع لنجدة طفل يصرخ. يعني كأنه حد بيصرخ بيقول مش عارف أعمل حاجة، طفل بيصرخ مش في إيده حاجة يعملها، يسرع عشان يعينك، يسرع عشان يمسك بيدك، يسرع عشان يديك النعمة والقوة اللي تقدر تخليك ما تتكسرش في التجربة دي، بالعكس تطلع منها بغنى وزخائر كثيرة. مين يقول أمين معايا؟ يقدر أن إيه؟ يعين. يلا أنا عايزك تحفظوا معايا عشان تصلوا بيها وتفرحوا بيها وانت بتعدي بأي وقت صعب. قولها لنفسك كل يوم، يقدر أن يرسي لضعفتنا. ها قولوا معايا، يقدر أن يرسي، حاسس بي لأنه تألم معايا. اتنين، يقدر أن يعين، قادر يعني مش بس يقول لي يا مسكينه يا غلبان انا حاسس بيك وبعد كده يسيبني. لا 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 لا، مش زي الناس يعني ويعيطوا عليك ويمشوا مش قادرين يعملوا حاجه معاك، مش عارفين يعزوك، مش عارفين يساعدوك، مش عارفين يقفوا جنبك. لكن ده يقول انا اعينك يا كل الرب، لاني انا الرب الهك الممسك بيمينك. اسمعي كلمه الرب ليك، اسمع كلمه الرب ليك. هو بيقول لك لاني انا الرب الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف، انا اعينك يا كل الرب. من يشكر الرب معايا وصدق انه في معونه ليك، وصدق انه في نعمه ليك، وصدق انه في رحمه ليك، وصدق انه هيعبر بيك الوقت دوت والى ان تخرج من هذه التجربه لن يتخلى عنك ابدا. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك يا كل الرب. حد قال امين معايا؟ ثالثه، واحد يرسي لضعفاتنا، يقدر ان يرسي ضعفات. اثنين، يقدر ان يعين المجربين. ثالثه، عبرانيين 7:25 يقول من ثم يقدر، ايوه اقدر ايه، ان يخلص الى التمام الذين به يتقدمون. يقدر ان يخلص الذين يتقدمون به الى الله، اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. حاجه ثالثه، يقدر ان يخلص، وكلمه يخلص يقدر ان ينقذ من خطر، من ورطه، من تجربه صعبه، يقدر ينقذ. وكلمه يخلص يعني يحرر لو في قيود او ربط على حياتي او في اوجاع، قادر ان يشفي او جراحات. وعايز اقول لكم على فكره، هو متخصص في كل حاجه. يعني ما تقوليش اسم حاجه ما يعرفهاش، ما ينفعش يساعدك فيها. ما تقوليش اسماء مرض، اصل ده اسم مرض بيشخصوه وادوله اسم كذا وتقول اسم كده ما نعرفوش كلنا. ايا كان، اصل ده عصبي، اصل ده نفسي، اصل ده مش عارف امراض خاصه بايه، ايا كان، اصل دي امراض خاصه بالدم، اصل دي امراض خاصه بالكلى، اصل دي امراض، هو متخصص في كل الامراض. طب ونفسيا؟ طب عقليا وذهنيا؟ في حاجه مش تبعه؟ ما متخصص. يقول يقدر أن يخلص. أنا ما أعرفش أنت مصدق فيه أنه بيقدر يخلص، أنت بتصدق في كده؟ تاني أصلا أنا صليت وما شفتش حاجة، ما ده مش معناه تصديق. أنت تمسك فيه وتقول أؤمن أنك قادر أن تخلص لأنك يسوع الأعظم، لأنك أعظم، تقدر،
لأنك عظيم وليس مثلك. تقدر أن ترسي لضعفي، وتقدر أن تعني في وقت التجربة، وتقدر أن تخلصني منها، تخرجني، تحط نهاية، تطلعني منها، تخرجني منها ألمع وأقوى ومليان بالبركة والنعمة. مبارك اسمه يسوع أعظم. أنا عايز أقول تعبير تاني قبل ما نصلي، لأن عندي إيمان أنه هذه اللحظات الرب هيعمل حاجة حقيقية مع ناس كتير موجودة في وسطينا أو بتتابعنا. بس عايز أقرأ لك الآية دي عشان أنا مش بعرف، لأنه طبعا ممكن يكون ناس بتابعونا من أماكن مختلفة وظروف مختلفة، وحضرتك والناس اللي موجودين هنا وتحت معرفش عنك حاجة. بس هقول لك الآية الجميلة دي في أفس أصحاح واحد برضو عن يسوع الأعظم. إحنا الدقايق اللي جاي هنبص عليه كلنا، هنتأمل في حبيب قلوبنا الأعظم. إحنا ملتفين حول المائدة وهو محور وهدف وغرض اجتماعنا، إحنا مشغولين بيه ونبص عليه وإحنا بنعظمه. هو يصنع أمور عظيمة مع شعبه ومع قطيع. بس بص معايا عد 20 يقول إيه عن الذي عمله في المسيح. أفس 1:20، إذ أقاموا من الأموات وأجلسوا عن يمينه في السماوات. عد 21، فوق كل رياسة. يسوع فوق كل رياسة، قول أمين معايا أيا كان أي رياسة دي. أسمع، يسوع فوق كل رياسة وسلطان وقوة. يسوع فوق كل قوة، أيا كان القوة اللي واقفة قدامك، أيا كان القوة دي قوة شريرة، ده قوة بشرية، ده قوة أيا كان القوة، هو فوق كل قوة، هو فوق كل سيادة وكل اسم. أنا عايز أقف عند كلمة كل اسم. يسوع فوق كل اسم، قول أمين معايا. اسم مرض، اسم مشكلة، اسم الأزمة اللي أنت بتعبر بيها، أنا معرفش إيه الأزمة اللي بتعبر بيها، حط اسمها كده وقول دلوقتي يسوع فوق اسم الأزمة بتاعتي دي. احتياج، يسوع فوق هذا الاحتياج. مشكلة عائلية، يسوع فوق. اعلن انه اعظم، انه يقدر، انه يستطيع. هذا الايمان بيفتح قدامك انك تختبر، تختبر وانت بتعلن الاعلان ده، تختبر عظمة يسوع القادر ان يرسي لضعفك، القادر ان يعينك في تجربتك، والقادر ان ينقذك ويخلصك ويطلق حياتك. من يقول امين معايا؟ يسوع فوق كل اسم. هللويا هللويا. ممكن اشجعك تعمل حاجه حتى اللي بتابعونا، ما اعرفش ايه اللي انت بتعبر بيه، ضعف، وايه اسم الضعف اللي بتعبر بيه، صراع معين، ايه اسم الصراع اللي بتعبر بيه، خوف، خايف من ايه، متضايق، متضايق من ايه، بتلخبط ايه، ايه الاسم اللي انت، ارفع ايدك معايا وقول يسوع فوق هذا الاسم. قول فوق هذا الاسم، أين كان الاسم ده، مشكلة مش عارفة نحلها بقالنا وقت، ضغوط مش عارفين نخرج منها، احتياج مادي، صراع مع خطية، صراع مع مشكلة، مخاوف ما تعباني، مسؤوليات مش عارفة اتصرف فيها، أين كان الاسم اللي نقول يسوع فوق هذا الاسم. تعالوا نصلي، تعالوا نصلي، غمض عينيك معي وقولها، قولها، أنا عايزك تقولها تاني قبل ما هنرنم بيها ونصلي بيها. قول وانت مغمض عينيك ولسه بتغمض عينيك، قول يسوع فوق ضعفي، يسوع فوق أزمتي، يسوع فوق مشكلتي، يسوع فوق حزني، يسوع فوق التحدي اللي أنا بعبر بيه، يسوع فوق احتياجي المادي، يسوع فوق الديون اللي عليا، يسوع فوق الأزمة اللي ملهاش حل بقالها سنين، يسوع فوق المشكلة العائلية دي، يسوع فوق الضغوط دي، يسوع فوق المرض ده، يسوع فوق الأزمة دي، يسوع فوق الحزن ده، يسوع فوق الكل. يسوع أعظم، هللويا، يسوع أعظم، هللويا هللويا هللويا. اسمه فوق كل اسم، سلطانه فوق كل سلطة. هللويا 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 هللويا. مبارك اسمك يا رب الأبد، مبارك اسمك إلى الأبد. يلا نعظم الرب كلنا، بص عليه، بص عليه، يلا سيب كل حاجة دلوقتي، بص عليه وقول له، وانت أنا عايز كل حد يفتح فمك، يلا افتح فمك وانت بتعظمه، قول له أبا بركك لأنك أعظم من تحدياتي، أعظم من الأزمة بتاعتي، عندي خسائر، يسوع فوق الخسائر اللي انت عبرت بيها، عندي موضوع بقاله وقت طويل والوقت طول، يسوع أعظم من طول الوقت حتى لو الموضوع طول بقاله كتير. هللويا، يسوع أعظم، يسوع أعظم، يسوع أقوى. هللويا هللويا هللويا. هيا كان اللي انت بتعبر بيه فعظم الرب، اوعى تستسلم وقول الموضوع كبير اصله، قول الرب أعظم. هللويا، يسوع أعظم من الملائكة، أعظم من موسى، أعظم من هارون، يسوع أعظم. ده رسالة التعزية
المقدمة ليك وليك النهاردة. هاللويا 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 هاللويا، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. هاللويا، هو جاي يحتضنك ويحتضنك ويقول لك انا حاسس بيك وعابر باللي انت حاسس باللي انت بتعبر بيه دلوقتي. هاللويا هاللويا هاللويا، طبطب عليك. هاللويا طبطب عليك دلوقتي. في ناس تقول ما حدش حاسس بيا، هو جاي يقول لك انا حاسس بيك. حدش مقدر، هو يقول لك انا مقدر اللي انت بتعبري بيه. كل واحد بيروح بيته ومحدش دريان، هو جاي يحط ايده عليك يقول لك انا 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 اللي شاعر بك. كل بيقول لي كلام كده ومحدش هو عارف انا تعبانه لحد فين، هو جاي يطرق انا عارف التعب اللي انت بتعبري بيه. الم المرض صعب، يقول لك ايوه انا عارف الم المرض صعب وانا شاعر بيك، انا شاعر بيك، انا حاسس بيك باللي انت بتعبر بيه. هو تطب عليك النهاردة ويقولك لا على فكرة أنا شاعر وحاسس باللي انت بتعبر بيه. هاليلويا هاليلويا، هو جاي تطب عليك ويقولك أنا أعينك، مش لاقي حد، أنا أعينك، مش لاقي حد جنبي، أنا معاك، أنا معاك، أنا هعبر معاك الحتة دي، أنا همشي معاك أتون النار ومش هسيبك لحد ما خرجك منه، لحد ما القصة دي تخلص أنا مش سايبك، لحد ما تخرج من الدايرة دي اللي انت بتقول لسه قدامها وقت مش هيسيبك. بيكلمك لا أهملك ولا أتركك. هللويا هللويا، أسندك، قادر أن يعين المجربين. هللويا، تقولي طب أنا عندي صراع مع خطايا وضعفات، جاي يقولك أنا جنبك، أنا في صفك، أنا مش ضدك، أنا ضد الخطية لأني قدوس بس مش ضدك أنت، أنا همسك إيدك وديك نعمة تتحرر وحررك من القيود. بس أصرخ وقوله أنت شلني، أصرخ وقوله اطلق حياتي، أصرخ وقوله فكني، أنا مش قابل أكمل عبد مستعبد لخطية أو لروبوت أو لإبليس أو للعالم أو لأحزان. خلصني، أنقذ حياتي. هللويا، اطلقني يا رب. حد هنا عنده حرب روحية شديدة وبتقول دي حرب تقيلة قوي وأنا مش قد القصة دي وصعبة، رب بيقول لك ما تخافش، أنا أعينك في التجربة دي، أنا معاك في الحرب دي، وأهبك نصرة، أهبك نصرة، قادر أن يعين. أوه هاليلويا، قادر أن يخلص. أوه هاليلويا، ينقذك. تقول الموضوع بتاعي ورطة صعبة ومحدش يعرف يعمل حاجة من البشر، صح، بس الرب بيقول لك انا اقدر، انا اخلص. هللويا، كل الابواب مقفوله يرسل من السماء ويخلص. هللويا هللويا، يرسل من السماء ويخلص. هللويا، يقدر. نفسي ايمانك دلوقتي ينتعش وترفض ان تستسلم وترفض ان تنحني وترفض أن تسير كأن الأمور هتكمل زي ما هي. اسمع الرب بيكلمك، يسوع أعظم، يسوع أعظم، اسمه فوق كل اسم. وهاليلويا، أيا كان اللي انت بتعبر بيه، يسوع اسمه فوق كل اسم. هاليلويا وهاليلويا، الصديق الألصق من الأخ، أقرب ليكي من أقرب حد، أقرب ليك من أقرب حد، أقرب ليك من الأخ، من الأب، من الأم، من الزوج، أقرب 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 أوي، أقرب أوي 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 أوي. أوه هللويا، يشعر بك، يتألم لألمك، في كل ضيقهم يتضايق، ولن يتخلى عنك أبدا. هللويا هللويا، هو سندك. هللويا، هو معينك، يقدر أن يعين المجربين. ورشك على السلام، يقدر أن يخلص. يلا أنا عايزك تفتح فمك وتقول، ارفع إيدك وعظمه وقوله هللويا، تقدر أن تخلص. قول معايا هللويا، تقدر أن تخلص. نفسي حتى اللي بتابعونا أقول هللويا، إلهي يقدر يخلص، يحرر إدمان، يحرم الإدمانات، قيود نجاسة يطلق، قيود حزن يحرر، روح ضعف يحرر،
يسوع أعظم من كل اسم ويقدر. نفسي روحك يخترقها الإيمان دلوقتي. يقدر. تقول الجبل كبير. يقدر. تقول الموضوع صعب. يقدر. تقول الناس كلها بيقول ما ينفعش. يقدر. يسوع أعظم. يسوع أعظم. وهاليلويا وهاليلويا وهاليلويا. أنت الحامل المذبوح. شاور عليه. جالس عن يمين الله. لك المجد والسلطان. يسوع. انت بالاسم العظيم ده. يلا قول يسوع. فوق كل اسم. فوق كل سيادة. فوق كل قوة. وهاليلويا هاليلويا. وانت بتقول يسوع فوق الكل. انا اثق الان في تكسير لقيود وربط. انا اثق الان في انطلاقة. انا اثق الان في شفا ليك واطلاق ليك. او يسوع. او يسوع. او يسوع. وهاليلويا. او هاليلويا. هلا وانت واقف بتعلن اسم يسوع فوق كل موضوع. فوق كل اسم. يقول فيكون. يأمر فيصير. قادر ان يعزي. قادر ان يطلق الاسم. يغير اوقات وازمنه. او هاليلويا. او هاليلويا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. لو بتصلي لأجل ناس وحاسس مواضيع صعبة. الزوج، الابن، البنت، الأم، الأخ. صعب. موضوع صعب قوي. قول يسوع أعظم دلوقتي. يقدر. 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 حط اسم اللي انت بتعدي بيه مع الشخص. قول يسوع أعظم. يصنع لقاءات معجزية تحويلية باسم يسوع.
وهاليلويا وهاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. انا عندي ايمان دلوقتي في حاجه ربنا يعملها هذه اللحظات. انا هدعو شعب الرب نقف واللي بتابعونا ارفع ايدك معانا وهنصلي هذه اللحظات بايمان. يسوع الاعظم يسوع الاقوى يصنع امور الان 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 حريه الان حاجه تحدث في الاجواء الروحيه الان تغييرات تحدث في اجساد مريضه الان تغييرات تحدث في نفسيات متلخبطه الان حتى الكيمياء بتاعت المخ اللي متلخبطه يد الرب تمتد بيها بقوه غير عاديه حتى اللخبطه النفسيه شفاءات من اضطرابات نفسيه باسم الرب يسوع واكتئابات هللويا الرب يمشي سكه شفاء لنفسيات منحنيه من هذا اليوم فصاعدا في تغيير يحدث في تحويل يحدث علاقات زوجيه متلخبطه امور ماديه متلخبطه روحيا انت متلخبط خالص وحياتك مش مظبوطه الرب يزورك زياره روحيه ويقيمك من جديد لا عاسر في وسطينا لا عاسر في وسطنا الرب يقيمك هللويا لا ضعيف في وسطنا الرب يهبك قوه بالروح القدس الان مقيد حريه الان حريه الان تسقط قشور من العيون الان تسقط قشور من على العيون الان في اسم الرب يسوع تنفتح عينيك اي قيود على الاذهان باسم الرب يسوع المسيح تنكسر الان تنكسر الان الان حريه الان شفاء الان اطلاق لايمانك فقط ايمانك فقط ايمانك ووصل لحته صعبه يقيمك الرب الان تقول اصل الموضوع بقاله كتير ومش شايف اي نتيجه وصليت ومفيش اي نتيجه يسوع اعظم من طول الوقت يسوع اعظم من طول الوقت لا تستسلم لا تستسلم حتى لو وقت طول ولا ترى تغيير ارفع ايدك قول يسوع اعظم النهارده اسمه فوق كل اسم يرسي لضعفك يعينك يمسك بيدك في التجربه اللي انت فيها يحملك هيشيلك هيشيلك مش هتمشي لوحدك مش متسابح مش متساب ابدا يحملك على منكبه انت محموله انت محمول انت مسنود يسوع هيعينك هللويا ويخلص الى التمام ويخلص الى التمام عمله كامل عمله كامل اذا بدا عمل هيكمله بتقول فيه حاجات كده حصلة كويسة بس دي صغيرة هيكمل الصغير هيكبر وهيكمل هيكمل 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 تقول لي فيه علامات بسيطة كده بس لسه الأمور المشوار طويل ما تخافش هيكمل للآخر صخر الكامل صنيعه هللويا قادر من مثله قادر من مثله هللويا الآن 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 يا رب الآن الآن ممكن ترفعوا ايديكم عن الناس بتتابعنا دلوقتي على وسائل التواصل كلها هنصلي كمان من الكنيسة هنا لأجل كل حد بيتابعنا الآن أعلى لوحدك الرب يزورك دلوقتي بقوة هللويا 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 رب يجي جنبك والنهاردة بيقولك أنت غالية ومحبوبة جدا رب يسرع إليك دلوقتي وانت فيه بتتفرج وبتسمعنا رب يجي حط إيده على كتفك ويقولك أنا أعينك يجي يحط ايده عليك ويحررك ويطلقك بسلطانه يحرر من سجاير مش عارف تتحرر منها يحرر من مخدرات يحرر من علاقات نجسة يحرر من ادمان خمور ادمان القمار بتآمر مش عارف تبطل يطلقك من القمار ده وعبودية القمار باسم الرب يسوع المسيح يطلق من عبودية علاقات نجسة مش عارف تخرج منها علاقات عاطفية مش عارف تتفك يطلقك يطلقك الرب بسلطانه يكسر كل القيود باسم الرب يسوع هللويا قول معي باسم يسوع لأنه اسمه عظيم قول باسم يسوع يلا شعب رب قولوا معي باسم يسوع الآن اطلاق شفاء حرية نجاح انقاذ لناس اتورط مش عارفة تخرج في ناس في ورطة مش عارفة تخرج ارفع عيدك وقول انتشل الناس دي يا رب النهاردة نجاة باسم الرب يسوع يسوع أعظم ويقدر وهاليلويا 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 وهاليلويا
هللويا هللويا هللويا. قادر من مثلك. هللويا هللويا. الآن الآن يا رب الآن سلطانك، الآن سلطانك على كل نفس وعلى كل أمر. نعلن سلطان اسم يسوع. مين يعمل كده معايا؟ اقول اعلن سلطان اسم يسوع على فلان او فلانه، على المشكله الفلانيه، على الامر الفلاني، على المرض، على الاحتياج، على الازمه، على المشكله العائليه. اعلن سلطان اسم يسوع المسيح. وهللويا. اعلن سلطان ملك الملوك ورب الارباب. اعلن سلطان سيد الارض كلها، الذي يضع نهايات، الذي يشفي ويطلق الاسير. او هللويا او هللويا او هللويا او هللويا او هللويا هللويا. نفسي تتغنى وتطلع من الاجتماع ده تقول يسوع اعظم ويقدر. تطلع كده وكل ما يجي لك اي حد يقول لك اصل الموضوع، قول يسوع اعظم ويقدر. يسوع اعظم ويقدر. اصل ده اسم مرض، يسوع اعظم ويقدر. اصل بيقولوا القصه دي تاخد سنين، قول يسوع اعظم ويقدر. أصل ده صعب يتعزى لأن الموضوع صعب، يسوع يقدر أعظم ويقدر. أصله علميا لازم يحصل له كذا، يسوع أعظم ويقدر. وهللويا هللويا. أصل كل الناس بتقول كده، يسوع أعظم ويقدر. أوه هو هللويا أو هللويا أو هللويا أو هللويا هللويا. فوق كل قوة، نعم أنت أعظم. هللويا 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 هللويا. نفسي نختم الوقت ده وإحنا بنقول هللويا. وضع البحر حدا. هللويا هيحط حد للبحر. من يقول أمين معي؟ في هيجان هيحط حد، في لخبطة هيحط حد، هيجي يرسم خط ويقول لحد هنا خلصت خلاص، مفيش بعد كده حاجة تانية خلاص، يحط نهاية. اسمه فوق كل اسم. هللويا. قادر من مثلك. تعالوا نغني كلنا بأعلى صوتك، قول قدام العدو وقدام مشكلتك، لا أعظم، لا بيضع البحر حل، لا بنفخة يبيد العدو. يقول لي ده العدو جاي كنهر، بنفخة يبيده. هللويا. ما تحكيش معايا عن أي اسم، اطلع من الاجتماع نقول يسوع فوق كل اسم، يسوع فوق كل اسم، يسوع فوق كل سلطة، يسوع فوق كل قوة، يسوع فوق كل موضوع. هو يقوى، هو أقوى، هو أعظم ويقدر. من يقول معايا هللويا هللويا؟ أعظم ويقدر. هللويا هللويا هللويا. أيوة تعال نعظمه. هللويا. ايوه سقفله، ايوه هدف ليه، ايوه قدم السجود ليه. هللويا 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 هللويا. مثلك عظيم في خلاصك، يدفع اعدانا بنفخة باسم يسوع. ارحم عظيم في خلاصك، يدفع اعدانا بنفخة من فمك. هللويا. I'm gonna make it.
وسطنا. مجدك في وسطنا سور نار حولنا. أنت ترس عوننا وسيف عظمتنا. مجدك في وسطنا سور نار حولنا. أنت ترس عوننا وسيف عظمتنا. هللو كل المجد. نباركك لأجل ما صنعته الآن. أؤمن في حاجات حصلت الآن. أؤمن في إطلاق حصل الآن. أؤمن في قيود اتكسرت الآن. أؤمن في شفاءات حدثت الآن. أؤمن نهر حضورك اخترق أماكن كتير وصنع أمور جديدة. أشكرك لأجل كل تزعزعات حصلت في الأجواء الروحية. أسوار بناها العدو أشكرك لأنك زلزلتها هذه اللحظات. وستسقط كل الأسوار ونمتلك كل المواعيد ونرى مجدك بقوة في حياة أفراد وبيوت وأشخاص. مبارك اسمك لأنك الأعظم. بنحبك بنعبدك بنسبحك نقدم الشكر والمجد ليك يا سيدي في اسم يسوع لكل المجد. آمين آمين. هاليلويا هاليلويا. انا مصدق ان في حاجه حصلت الان. انا اؤمن جدا بالحضور الالهي. انا اؤمن رب بيعمل. انا اؤمن جدا ان هو مهتم وبيتحرك ومش ساكت. اؤمن انه بيصنع امور عظيمه. في حاجات تبدا نبته ويكمل وتشوفها بعد وقت. في حاجات تشوفها مرات فورا وفي حاجات تشوفها بعد يوم واثنين او اسبوع وتكتشف في حاجه حاصله ما انتش عارف جت منين. جت من الاختراق الالهي دي. امين امين. هللويا هللويا هللويا. نفسي اشارك معاكم مشاركه اخرى قبل ما ناخد المايده مع بعض. هقرا معاكم المره دي من العهد القديم وخلونا نقرا من صمويل الثاني اصحاح 5. صمويل الثاني اصحاح 5. هللويا. انا فخور بالرب جدا. هللويا حبيبي بارك اسمك. صمويل تاني أصحاح 5. هقرأ مع حضراتكم أول ثلاث أعداد. صمويل تاني أصحاح 5 أول ثلاث أعداد. يقول وجاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وتكلموا قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن ومنذ أمس وما قبله حين كان شاول ملكا علينا قد كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. أنت عندك مواعيد. أنت عندك كلام من الرب قاله لك. قد قال لك الرب أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا على إسرائيل. وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون فقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا على إسرائيل. أمين. ملحوظة شهيرة أول اللي بيقروا كلمة الله بدقة شوية يكتشفوا معايا أنه داود مسح ثلاث مرات. في ثلاث مسحات في حياة داود. المسحة الأولى موجودة في صمويل الأول أصحاح 16 لما راح صمويل والرب قال له أنا عايز أمسح ملك ليا وجم الولاد الكبار والرب قال له لأ وبيسأل يسأل وبقى بعد الصغير قال له إحنا مش هنقعد غير لما يجي. دخل داود ما عجبش صمويل كده لا قصير كده وحليوة مش بتاع ملك يعني ما ينفعش كده ده. فرح رب قال له قم امسح. هو ده انا مش ببص على الشكل من بره انا ببص على القلب في جوه. انا ما تاثرش المظاهر الخارجيه انا يهمني القلب. قم امسح لان هذا هو. فصب عليه زيت المسح
خليني هسمي المسميات دي انا شعرتها في محضر ربنا وانا بصلي لاجل اجتماع النهارده وبستقبل من الرب. عايزيني خليني ادي المسحه الاولى العنوان ده مسحه الاعلان. اعلان ان الله له قصد في حياه داود انه يكون ملك على اسرائيل. ففي اعلان ان في دعوه على حياتك، في دعوه على حياتك، واليوم اللي الرب يعلن لك في مسحه للاعلان يسكب الرب زيت عشان يفتح عينيك ويقول لك في دعوه لحياتك. انت مش موجود على الارض وخلاص، انت مش واحد في وسط مليارات، انت مش واحده كده غلبانه على جنب واتمنى كبيره في السن او انا صغير، لا لا لا، في دعوه. داود كان صغير وكله اتخض، يعني متاكد ياسا اتخض ابوه، من حتى بيقول له بقي بعد الصغير وهو يرعى، ده بنديله حبة غنم يلعب كده ما ينفعش. وصمويل نفسه ما كانش مقتنع الحقيقة، شايفه صغير، ولا حد كان مقتنع، لكن الرب كان بيقول أنا عايز ده قلبه، أنا شايف القلب، أنا عايز أصب زيت المسحة عليه. طيب المسحة التانية في صمويل التاني أصحاح 2، داود من سبط يهوذا، بتوع سبط يهوذا في حبرون جابوه قالوا احنا هنمسحك ملك على يهوذا. صمويل الثاني اصحاح 2 مسحوه ملك على يهوذا. وانا بسمي المسحه دي مسحه التشجيع، مسحه التشجيع. تقول لي ليه؟ لكن هو من اول الاعلان وما حصلش حاجه لحد دلوقتي ومطبات كتيره حاصله في السكه، فجه الرب قال انا عايز اشجع داود واقول له أنا ما زلت اللي قلته لك هتممه، اللي وعدتك بيه هتشوفه، الدعوة لازم تتم على حياتك. فيصب عليه زيت المسحة في يهوذا عشان داود يتشجع ويتشدد ويكمل ورا الرب ويمسك في الدعوة بتاعته وما يفرطش فيها. طيب مسحة الثالثة صمويل الثاني أصحاح 5 اللي قرأتها على مسامح حضراتكم، تقدر تكتب عليها مسحة الإتمام، إتمام الدعوة. خلاص جه الوقت إنه الدعوة تتحقق تتم، دي مسحة الإتمام. ده صبوا عليه زيت وأصبح داود الملك بحسب الإعلان بتاع المسحة الأولى، أنت مدعو إنك تكون ملك على شعب إسرائيل. وأنا عايز أشجعكم، أنا مش بعرف عن حضرتك إيه اللي موجود هنا أو بتتابعنا، لو أنت ابن للرب مغسول بالدم الكريم وتقابلت مع المسيح ورب غيرك وحررك واداك حياة وأصبحت ابن للرب، راجل كبير فوق 60 أو امرأة، مش هقول بقى فوق 60 عشان الأخوات ما بيوصلوش للستينات دي خالص، فيعني متقدمة مثلا، كبيرة شوية يعني مثلا، أي حاجة كده مهم يعني متقدمة شوية يعني، فأو ولد صغير، ممكن تكون ابن وبنت للرب ولحد دلوقتي ما عندكش الإعلان ده قوي إن في دعوة باسمك على حياتك شخصية. الدعوة دي مش لازم تكون أسيس تمسك مايك يعني، بس في دعوة خاصة باسمك، قد تكون غير ظاهرة ومعلنة قدام الكنائس كلها والناس، لا لا، في ناس الرب مسحهم لخدمة الصلاة فمش باينين خالص، دول يخشوا عرش النعمة ويدخلوا قدام الرب ويرفعوا ايديهم ويقولوا الكنيسة الأسس القادة عملك النفوس، عارفين يحصل يحركوا السماء، يحركوا السماء واحنا ما حدش شايف حاجة، حدش عارف عنهم حاجة، بس دي مسحتهم ودي دعوتهم ورب فرحان بيهم جدا وبيحقق أمور في الأرض من خلالهم. فمش كل حد مسحته هي أنه يمسك مايك يرنم أو يوعظ، بس في دعوة باسمك. أنا عايز أقول تاني التعبير ده، في دعوة مكتوب عليها اسمك شخصيا ومتجهز، اسمع إكليلها لأنه هيديك إكليل عليها، فمجهز الإكليل بتاعها. يا رب تنور يا رب، أصلا هتعمل نقلة معاك يعني، متخيل الفكرة؟ يعني قبل ما حياتك تتولد، قبل ما تيجي الدنيا وتنورنا كده ونزغرت والولد جه والبنت نورت، هو مرتب اسم حضرتك، اسم حضرتك وعليها الدعوة بتاعتك، دعوتك ايه؟ ومشجعك طول السكة. ويجي في اجتماع زي ده يروح ساكب روحه كده على ناس يقول له
عايز اديك مسحة اعلان. انا عندي دعوة خاصة لحياتك. ما تعيش عادي. لو ايه العادي بقى؟ ناكل ونشرب ونشتغل ونبيع ونكسب ونتخانق في التليفونات ونتصالح ونعيط ونضحك ونبكي ونفرح ونموت. لا. في دعوة لحياتك. في دعوة لحياتك. لا مش كده. طب احنا مؤمنين ونحضر اجتماعي من الحد. لا برضو. في دعوة لحياتك. تحضر اجتماعي من الحد الطبيعي. لازم تعمله كابن للرب. قال لي في دعوة وتقعد تكتشف الدعوة والمسحة اللي بيسكبها روح القدس. وانت بتقول له لو انت مش عارف دعوتك ايه تقول له انا عاوز زيت روح القدس ينساكب عليا وتقول لي انت دعيني ليه. واقول تاني تعبير مهم. اوعى حد فيكم يأجل انه يصلي او يطلب لحد ما الظروف تبقى احسن. دي بدعة. لان الظروف في الارض ما هي رايحه جايه اصلا. هي ارض. هي ارض. ما فيش حاجه اسمها تستنى. ما تضيعش عمرك تستنى. خد موقف رهيب وتحرك فورا. احاول اقول المشهد ده الاسبوع ده حصل. يعني تاثرت بالقصه ديت. شابه تعرضت لظروف صعبه هي وجوزها وكانوا مصدومين من ربنا جدا. ولمدة 4 شهور لا صلاة ولا كنائس ولا اجتماعات وهما مؤمنين وبيخدموا. لكن الصدمة كانت عنيفة مع ربنا. وقفوا خالص. قالت لي الزوجة هذه الكلمات. قالت لي بتفرج على جنازة الشيخ كامل خلة على الكرمة. وانا بتفرج على الجنازه لقيتني جوايا حاجه بتقول مش عايز اضيع عمري. مش هقف كده. لازم يكون في خطوه اخدها. حتى لو مش قادر اصلي. حتى لو تعبانه جدا وصعبان عليا. لازم يكون في موقف. وقالت لجوزها مش هينفع نضيع عمرنا. هتعدي مننا ايام وشهور واحنا واقفين قدام الحته دي. لازم يكون في موقف. وانا بسمعها تأثرت جدا. قلت للرب انت جميل قوي. انت بتستخدم طرق عجيبة. فجنازة خادمك وابنك الأحبك تستخدمها عشان تحرك قلوب ناس. وانها ما تضيعش عمرها. وانا عايز اقول لك ما تنتظرش حاجة تحصل. عشان ده ابليس. لما اتجوز. لما خلف. لما العيال يكبروا. لما نجوز العيال. لما اشتغل احسن. لما يبقى عندي شغل خاص. لما الديون تخلص. لما المشكله تحل. لما الباب يتفتح. لما مش عارف ايه. هذه كذبه. مال ايه الان؟ قول للرب ايا كان وقعك. انا ما اعرفش الظروف اللي انت فيها. قول له دلوقتي انا عايز مسحه اعلان. من يقول امين معايا؟ انت عايز ايه من حياتي؟ طيب لو انت عرفت. لو انت عرفت بس الحرب بقى شرسه. لان هقول لك دلوقتي حالا بقى. هقول لك حالا. ركزوا معايا قوي في الفكرة دي. أنا كان ربنا كلمني فيها في خلوة من سنين. مسحة الإعلان ومسحة التتميم. المسحتين دول لما بينسكبوا على حياتك اسمعني كويس يرافقهم يمشي معاهم معونات إلهية الرب يحطها في السكة ومقاومة شيطانية رهيبة. الاتنين موجودين. تاني المسحة يرافقها سواء مسحة الإعلان أو مسحة الإتمام. الاتنين معاهم ماشية مع المسحة. لما يسكب الرب روحه عليك ويسكب زيته على حياتك ويعلن ليك أن ليه دعوة لحياتك في قصد لحياتك. أول ما الإعلان ده يوصل لقلبك وتتحرك ناحيته وتصدقه وتقرر أنك تعيشه على طول هتلاقي الرب عامل ليك معونات صدقات أمور يحطها في سكتك عشان تشجعك لتحقيق الدعوة. وفي نفس التوقيت هتلاقي مقاومة شيطانية عنيفة جدا. طول ما انت مؤمن مش عايش الدعوة هيصحيك يوم الحد ولك روح الكنيسة. يلا روح نور. روح نور في وسطيهم. اقعد على الدكة. انبسط لك شوية. بس اول ما تقول في دعوة لحياتي عايز اعيشها هناك مقاومة من ابليس. ليه؟ انك بقيت خطر. طول ما انت مش في الدعوة انت مش خطر خالص. انت بالنسبة له هوى. مالكش لازمة.
بس عايش دعوتك انت خطر على حياته على ابليس. فيعمل ايه؟ لازم يقاومك. اللي بقول ده بقى عايز اترجمه ايات. فتعالوا بصوا معي، تعالوا نبص الاول المسحه الاولى اللي هي بتاعت داود، مسحه الاعلان. ماذا حدث عندما مسح داود ملك في صمويل اول 16 اصحاح 18؟ هقرا اول عدد واخر عدد، اتفرج على الاثنين في نفس الاصحاح. اول عدد: وكان لما فرغ من الكلام مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود، واحب يوناثان كنفسه، فاخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع الى بيت ابيه، وقطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه. صمويل الاول 18 الاعداد الاولى. هنا المسحه يقيم ليك يوناثان، يحبك كنفسه. طب وتعمل ايه دي بقى؟ ايه يوناثان ليه بقى؟ لا، ده تشجيع رهيب لداود الممسوح، ده معونه لي، ده سند لي، ده ايده في ظهره وكلمه وشجعه ويحميه من شاول، ويطلع له مرة في الصحراء عشان يشجعه ويشدد ايديه ويقول له تشجع، انت هتكون الملك والرب هيتمم الدعوة والدعوة هتتم في حياتك. يقيم ليك الرب يوناثان كشخص، يقيم الرب ليك. قد يكون بقى بغض النظر عن الشخص ده واحد، مجموعة، اجتماع، يبقى بالنسبة لك يوناثان يعني يبقى اجتماع، مجموعة، شخص، بس في حد كده، في حد زي يوناثان مع داود يبقى بالنسبة لك داعم، مشجع، معين ليك، فتكمل وتمشي ورا الدعوة بتاعتك. كأنه رب بيطبطب بيها عليك يقول لك في تحديات هتقابلك بس في تشجيع، في هوا كده، تلاقي يوناثان يشجعك في السكة ويديك مشورة صحيحة ويصلي لأجلك، ولا ويتطبطب عليك في موقف صعب، ولا ويقول لك كلمة الرب فيذكرك بيها. في يوناثان الموجود في حياتك اللي يقيم الرب. أنا قلت ده ممكن يكون مجموعة أو ممكن يكون اثنين ثلاثة، واحد شخص موجود اجتماع في حياتك يعمل النقلة دي، يبقى يوناثان بالنسبة لك هذا الاجتماع أو مجموعة معينة. طب نفس الصحاح بقى، بصوا معايا نفس الصحاح سريعا كده، آخر عدد قبل الأخير هو عدد 29. وعاد شاول، ده بقرأ من صمويل أول 18 29 لو حد بيكتب. وعاد شاول يخاف داود بعد، وصار شاول عدوا لداود كل الأيام. المسحة تقيم أعداء ليك، والمسحة تقيم أصدقاء معينين ليك. لما تمسح لدعوة معينة لقصد معين هيقيم الرب ناس تشجعك في سكة. لازم المسحة معها مدعمين مشجعين، هتلاقي لازم ايا كان شكل القصة. وهحكي لك دلوقتي ازاي انه ممكن ربنا يغير الشكل ده بطرق كتيرة جدا. يعني ربنا مذهل في السكة بتاعته، ملوش حدود، ما تحطلوش شكل يعني، بس لازم يقيم حاجة تنعش روحك كده تشجعك في السكة. لازم يكون في يوناثان في حياتك يقيم الرب ليك، بس هيكون في شاول. يعني في عدو بيعمل ايه؟ بيقاومك. ليه؟ يعني بس هتجنن في مسحة على حياتك، هتجنن. طب عايز ايه؟ شاول 12 محاولة قتل فعلية لداود ينقذه الرب منها، 12 محاولة مباشرة عايز يقضي عليه. فتلاقي العدو عاوز يقضي عليك. هقولها وعايز اشجعك، مش قصدي اخوفك خالص، بالعكس هوريك دلوقتي ازاي انك مش هتخاف، بالعكس تفرح. شاول عاوز يميتك فعليا، يعني ممكن ابليس يبقى عايزك تموت بجد. ليه؟ ما هتعيش الدعوه بقى خلاص، لا انت هتبقى خطر، فممكن يفكر في ايذائك بالموت بجد. بس ما تخافش، اسمع كلمة الرب، لا يمكن أن تموت قبل تحقيق دعوتك، وستفشل كل مخطط شيطاني لإزائك،
وما فيش لا مرض ولا شخص ولا تهديد ولا ظروف ولا مشكلة تقدر تميتك. هيحميك الرب، هينجيك الرب، هيسترك الرب، هيغطيك بدمه، هينتشلك الرب، لن تتم مخطط إبليس، هيحميك إلى أن تتم الدعوة. قول أمين معايا. لن تنجح مخطط العدو لإذاك. سؤالي يلا، هل قتل شاول داود؟ هو حاول يقتله كم مرة؟ بقول 12 مرة. نجح؟ بالعكس، من اللي وقع في إيد مين؟ شاول اللي وقع في إيد داود. لن ينجح، لن ينجح. وعايز أطمنك بدري كده قبل ما هوريك المنظر التاني عشان أكد الفكرة، بس عايز أطمنك بدري يعني للقصة. صمويل التاني أصح 7 يقول للرب لداود: وشاول الذي أزلت من أمامك. العدو اللي واقف أرفك ده أنا هشيله من أمامك. طب سبته ليه 13 سنة اللي فات؟ يقول له: أسكت بجهزك، أنا هستخدم مقاومة إبليس لإعدادك، أنا هستخدم مقاومة إبليس لتدريبك وتجهيزك وإطلاق حياتك، فما تخافش، الموضوع تحت سلطاني. المسحة بتقيم ليك أعداء، بس ما تقلقش، محدش هيقدر يعمل حاجة، في حدود لحد هنا وستوب أوف. هيرمي عليك الرمح بس مش هتموت، هيخطط لإزائك بس مش هتنجح المخططات. هتعاني، اسمعني كويس عشان ما بقولش كلام، مش بحاول اقول كلام هنا مش عملي. هتتعب، هتعاني مرات، وهيبقى عندك صراعات وضيقات وضغوطات، ايوه، بس لن تنجح اي مخطط ضدك. هتحس فيه تقل كده وفي حرب شرسة، بس هتلاقي الرب يروح بعت لك تشجيع عن طريق يونسان، وهتحس ان في تعب كده وفي صراع، وهتلاقي الرب ينعش روحك برساله مشجعه في السكه عشان يقول لك يلا كمل. المسحه لازم تتم، الدعوه لازم تتم، اللي قلته على حياتك لازم تتم. ما تستسلمش، ما تنحنيش، ما تستنيش الظروف تتغير. وانت في عز تعبك هاسمر بيك وتمم دعوتك. مين يقول امين معايا؟ هللويا هللويا. المسحه تاتي بيونسان كمعونه في الطريق، وتاتي بشاول عدو مقاومة عشان يحاول يستنزفك. أول حاجة قبل ما هوريكم المشهد التاني بتاع مسحة الإتمام ونشوف نفس الصورة بالظبط، هنشوفها بالصورة بس مختلفة بقى، هوريكم فين الاختلاف. بس عايز أشجعك، لن تنجح مخططات العدو لوقف دعوتك إلا إذا أنت وافقت. أنا عايز أحط 100 خط تحت الكلمة دي وأشعر برهبة وأنا بقولها. عارفين ليه؟ لأني ياما بكيت وأنا بشوف مؤمنين، شايف أبطال، شايف عظماء للرب، شايف أواني للكرامة، بس مش قادر يدرك، مش قادر يصدق، وملبوخ في قصص وتايه في حكايات الأرض والفلوس والاحتياج والجواز والدراسة والشغل والعيال والمستقبل والخناقة وحقي وكرامتي واسمي وهم وإحنا والفلوس والدنيا. وفي الآخر رح ميت يا عيني، ونقول نلتقي عن قريب. ليه بقول ميت يا عيني؟ يعني هيروح السماء، بس يجي قدام كرسي المسيح يقول له: أنا كنت عامل لك الدعوة دي باسمك وادي الإكليل بتاعها، بس كل أسف أنت معيش دعوة فما فيش إكليل. هتفقد أكليلك اللي مكتوبة باسمك، بس أنت الحقيقة اتلبخت في الدنيا وداخل في مواضيع وقصص وحكايات، وهي وهو وتليفونات وقعدات وسرحان ومش عارف إيه وخطبان وخناقات. أدعو هذا اليوم ليكن يوم تاريخي في حياتك، إنك تستيقظ وتستقبل زيت. أنا نفسي أجري في الوعظ عشان أصلي معاك تاخد زيت النهاردة، اسمه مسحة الإعلان، تنور قدام عينيك كده، الدعوة تنور، قلبك يولع نار، فتروح نافض من عليك أي حاجة بتحاول تعطلك، تعمل زي بولس تمسك فيه الحية في إيده، مش يقول يا الحياة مسكت فيا نعمل ايه، ظروف الدنيا، ابليس، الناس، الاشرار، وروح مستسلم ميت. لا 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 لا، ده مش اللي عنده دعوة، عنده دعوة المولعة قلب بولس، روح نافض الوحش، مش هموت، عندي شغل لسه هعمله، مش هقبل،
مش هقبل ده يحصل في حياتي، مش هسيب نفسي الأحزان والمشاكل والخناقات، مش هلعب في الحاجات التافهة دي. أنا عندي شغل عظيم، أنا عندي أمور أبدية، أنا عندي حاجة أكبر كتير من التوافه دي. أنا سأطرح ده جانبا باسم الرب يسوع المسيح. أصلي هذا الصباح كل بطل في الاجتماع ده، كل بطل بيتابعنا، كل حد في دعوة لحياته، في وحش مسك فيك، في ظروف مسكة فيك، في ضغوط، تنفضها باسم يسوع. قولوا أمين معايا وتعيش الدعوة بتاعتك، ورب يديك مسحة إتمام للدعوة باسم الرب يسوع، وتكمل وما تمشيش منها غير لما تكمل دعوتك وتتمم اللي رب دعاك ليه وتحققه، وتطلع فرحان تقف قدام ربي ورب يقول ابني ابني على الأرض أكرمني وتمم دعوته، يديك أكليلك اللي كتبها باسمك اللي دعاك ليها أنك تعيش. صمويل الثاني 5، يلا عشان لازم نصلي. صمويل الثاني أصحاح 5، تعال بص معايا على المسحة الإتمام. تاني هقول لك المسحة يرافقها أصدقاء للمعونة، تشجيعات ويرافقها مقاومة وعداوة. بص بقى في أصحاح 5، مسح داود ملكا. خلاص طيب، أول تعال كده هقرأ لك الآيتين، فين الصداقة؟ في نفس الإصحاح 5، هو هو، وفين العداوة؟ وقراهم كده وانت هتبان زي الشمس قدام عينيك. بص كده ابدأ معايا في عدد 11، يقول وأرسل حيرام ملك سور. سور مدينة في لبنان، يعني بعيدة خالص عن أورشليم وغريب عنه، ده مش تبع شعب الرب، حاجة عجيبة. خدت بالكم الفكرة غريبة ازاي؟ اسمعني كويس، واحد في بلد تانية ومش من شعب الرب كمان، ورب يقيمه عشان يبقى معين. يعني ممكن رب يقيم حد حتى من بره دايرة كنيستي وعيلتي، ولاقي حد ربنا يقيمه كده مشغول يصلي لي بيشجعني في السكة كده بينعشني. فمش لازم يناسان القريب، ممكن كمرات يكون حرام البعيد، حد بيسمع، قد يكون يناسان القريب وربما حرام البعيد، قد يكون يونسان اللي من دايرة العيلة والكنيسة والمؤمنين والأصدقاء، أو يكون حرام اللي ببلد بعيدة ومن شعب غريب ليس من شعب الرب. عمل إيه حرام؟ يلا، وأرسل حرام ملك سور رسلا إلى داود، وبعت له خشب أرز، وبعت له نجارين، وبعت له بنائين. ليه؟ قال عشان يبنوا لداود بيت. ممكن ترتاح انت بس احنا نبني لك البيت. ايه ده؟ بشجعوه، حرام مشجع جدا لداود، يقول له احنا هنعمل لك القصه دي، انت تعبت كتير وقت اللي فات، سيبنا نعمل لك حاجه حلوه. طب انت يعني مالك بداود وتبعت له خشب ونجارين وبنائين وتبني له انت البيت؟ ايه يعني؟ يقول لا لا لا، الرب بيشجعني، الرب بيشجع داود، بيقول له يلا كمل الدعوه بتاعتك، يلا استمر. لأن يونسان هنا كان مات، ما كانش موجود في المشهد، ورب أقام لي حرام. تعرفوا هقرأكم تعبير عشان تصدقوا بس اللي بقوله، أنا مش بقول كلام يعني كأني بركب حاجة على حاجة. افتحوا معايا أخبار أيام الأول 14 سوري ملوك الأول 5، ملوك الأول 5 أصحاح 14 دي في الجزء الثاني، لا ملوك الأول 5 وعدد 1 بس، هقرأكم آية واحدة عشان تبقى مدرك الفكرة فين. وأرسل حرام برضو تاني عد 1 من ملوك الأول 5، وأرسل حرام ملك سور عبيده إلى سليمان. ده إمتى بقى إلى سليمان؟ بعد ما داود ماله مات، راح حرام ملك سور باعت لسليمان ابنه، بيقول أنه سمع أنهم مسحوه ملكا مكان أبيه. إيه التعبير اللي جاي بقى؟ يلا، لأن حرام كان محبا لداود كل الأيام. في ناس أول ما تتمسح هيقيم ناس تحبك فتدعمك فتشجعك فتصلي عشانك فتطبطب عليك في أوقات صعبة فتنعش روحك بمواقف وتلاقي هدايا مرات أو تشجيع مرات، روحي أو مادي أو معنوي، وكان الرب يقول لك يلا كمل يلا كمل.
في ناس هيقيمهم الرب عشان تتشجع بيهم، محبين أصدقاء حتى لو من دولة تانية. تخيل حرام ملك سور بس الرب يقيم، يعني هيلاقي، يعني ما تقلقش هيجيب لك حد. طالما في مسحة يبقى معاها تشجيع ومعاونة. أمين. طب بينا شفتوها جميلة إزاي؟ يا رب ارسل حرام لكل حد هنا عنده مسحة باسم يسوع. يا رب ارسل يونسان لكل حد عنده مسحة يا رب، عنده دعوة عشان يتشجع، عشان يكمل، عشان ينتعش، عشان يقدر يبص لقدام، عشان ما يتوقفش، عشان ما ينشغلش عن الدعوة، عشان ما يتوهش في الدنيا دي والحياة تاخده باسم الرب يسوع. ارسل كل يونسان لكل داود ممسوح. قولوا أمين معايا. طيب تعال نشوف التاني. ما هو قلنا فيه تشجيع بقى فيه ايه؟ عداوة. بصوا التعبير رهيب ازاي. نرجع صمويل تاني 5 ايه رعاة 17. بصوا زي الشمس واضحة جدا هي. وسمع الفلسطينيون انهم قد مسحوا داود ملكا على اسرائيل. اول ما جه خبر المسحة جت، ده اللي حصل. يقول فصعد الفلسطينيون، ايه رايحين يحاربوا داود، في مقاومة. انتوا باينة ولا مش باينة؟ لقطنها زي كده زي الشمس، مسحة يروح طالعين على طول. طب ما انتوا فين قبل المسحة؟ فيش، هنحاربوا ليه؟ مش لازمة، اتمسح نحاربه. باسم الرب يسوع تنور. اتمسح تحاربه، يعني ايه؟ لانه في مسحة على حدك، في حرب. ما تتخضش ما تتخضش. الاعلام بتاع النهارده، اجتماع النهارده بيقول لك ما تتخضش لما تلاقي في فلسطينيين طالعين عليك، في غزاة، في عداوه، في ناس ضدك، في شاول. ما تتخضش لان في مسحه على حياتك. ما اعمل ايه؟ انا عايز اشكر على حرام، وعايز اشكر على يونسان، وعايز افرح لان في يونسان وفي حرام، وعايز اسبح الرب واقول له اشكرك على كل حد تبعته لتشجيعي، واشكرك لاجل المسحه اللي حطها على حياتي، واشكرك لان في دعوه لحياتي. انا هشكر، انا هشكر، وده رب اداني كده. انا بكتب الكلام قالوا لي بيدعوك الرب النهارده اشكر، بيدعوك الرب النهارده افرح. بلاش الكآبه اللي مرميه عليك وسايب نفسك حزين عشان شويه حاجات في الارض. الارض هتمشي بحلوها ومرها، بالمناسبه حلوها هيخلص ومرها هيخلص. خلصانة خلصانة. بص على الحاجات الأغلى الباقية، في دعوة لحياتك. فاشكر الرب. من يشكر الرب معايا؟ اشكرك على كل مشجعات عملتها معايا في الطريق، على كل حد هتفي سكتي يا رب شجعني، على كل اجتماع فرق في حياتي، على كل مجموعة شجعوني، على كل أفراد كانوا بركة في حياتي. أنا هشكرك وهفرح لأجل وجود الناس دي في حياتي والعمل ده في حياتي، وهكمل وهعن إيماني أن الدعوة تتم في حياتي باسم يسوع. وهطمن النهاردة لأنه المسحة هتنجح. مين يقول أمين معايا؟ سمعني كويس، عايز أعلي صوتي. المسحة هتنجح، المسحة هتتم، مقصد الرب هتتم، ومخطط شاول يفشل، ومقاومة إبليس لن تنجح ضدك، والدعوة بتاعتك هتتم، وهتمجد الرب في حياتك هنا، وهتصنع كل ما شئته، وهتكون بركة الناس كتير قوي، ويعظم الرب العمل بيك وبيك باسم الرب يسوع. ولو انت موجود في الاجتماع ده بقالك فترة ريحت، الاجتماع ده معمول عشانك مخصوص. لو بقالك فترة كده تهت، معمول عشانك مخصوص الاجتماع ده. لو متلخبط كده وجاي بتقول اصل مش متلخبط كده، او الرب جايبك النهاردة يقولك كفاية لخبطة، كفاية صراع، كفاية يوم فوق يوم تحت، كفاية تهت في الدنيا، كفاية كده، كفاية ضعف، كفاية خطية، كفاية مشغولية بأمور أرضية، كفاية توهان. النهاردة حط حياتك قدام الرب وقوله مسحة إعلان، ومسحة إتمام للدعوة باسم يسوع، ومسحة تشجيع. في ناس الرب يمسحهم دلوقتي مسحة تشجيع عشان يقولك تشجع، يلا تشجع، يلا يلا. هيحط إيده عليك، هيملاك بروحه، هينعش قلبك، هيذكرك بمواعيد ورؤى وأحلام روحية كلمك عنها. هيقولك يلا قم قم قم، أنا عايز أرسلك. لماذا أنت ساقط على وجهك؟ بيقول لي يشوع، يقول له أصل في مشكلة. قوم هعالج المشكلة، قوم هعالجك وعالج المشكلة، قوم أشفيك وعالج الأزمة. قم، عندك شغل، عندك دعوة يشوع، في أراضي للامتلاك، في شغل مدعو تعمله، في ناس ضيعة تعبانة محتاجة، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة. يلا قوم. مين يقول أمين معايا؟ عايز اختم بماذا فعل الفلسطينيون وعمل ايه داود. يلا عشان اقول لكل حد هنا، ابن وبنت للرب، وكل حد بيتابعني، اشاور على الناس اللي بيتابعوني اقول ايوه ديك دعوه،
وفي أصدقاء معنين وفي مقاومة، بس اسمعي واسمع هيحصل إيه معنا دلوقتي وإحنا بنختم الجزء ده. شاول لن تنجح خطه لحد ما رب أزاله، أمين، وثبت أقدام داود. طب تعال نشوف عمل إيه مع المقاومة دي، عشان المقاومة دايما بتخضنا، بس ما عايز أشجعك ما تنزعجش من المقاومة، لن تنجح، خلي ده إيمانك في اسم يسوع. عدد 18 يقول: وجاء الفلسطينيون وانتشروا في وادي رفائيين. 5 صمويل 2 5 18 عاد 19. جميل داود بقى، يلا انا عايز اقول لك ربنا بيكلمك اهو، يلا استقبل بقى. يقول: فسأل داود من الرب، انا عايز اشجعك اقعد مع معالي دعاك، كله عايزني اعمل ايه؟ يقول: خد بالك اللي انت تايه في الحته دي، وخد بالك العدو بيعمل كذا معاك، وعلى فكره انت محتاج تستخدم السلاح ده، وعلى فكره انت محتاج تاخد الموقف ده، وعلى فكره اخرج من الحته دي، وعلى فكره انت بالعدو عايز يورطك في المضات، حط شغلك في القصه دي، اخرج. هيقولوا عني مش دعوه، هيقولوا عنك ايه؟ ما فيش اصل الناس، سيبك من كلام الناس، ما حدش هيرحمك، وهيتكلموا هيتكلموا ما حد فاضيين، هو حد عنده حق انه يحكي؟ رحت راح، ما راحش هيتكلموا، ما فيش فايده، ما تخليش كلامهم يعطلك، ركز على دعوتك، ركز على دعوتك، سيبك من الكلام. قول ده مع داود اما هو كلام، سيبك من اللي قاعد يقولك اركن كل الكلام وانتقادات، ارمي ورا ظهرك لانك مركز على الدعوة. كلمات محبطة، كلمات مخيفة مزعجة، ما تاخدش من بالك. اهانات، حتى الاهانات ارميها كانها مش ليك، سمعتها وارميها، وقول عندي دعوه اغلى من الاهانات، واغلى، انا مش فاضي اخش في خناقات بقى وكلام فاضي، وارد وحقي واديله بقى كلمه ارد له عليها، عشان مستني له بقى عشان ارد له كلام فاضي وتافه ما تضيعش عمرك. اسال الرب. عمل ايه داود؟ اقعد مع الرب، قول له ايه عايزني اعمل، ايه اتحرك ازاي، اتصرف ازاي. هتلاقي الرب يقول لك الموضوع مكش دعبي، خلاص يبقى الرب شايله، تحرك اعمل كذا، حرس وقف صلي اعمل كذا، امين، صوم الثلاث ايام، امين، تحرك وعمل الموقف ده، امين، استقبل من ربنا، اقعد معاه. وسأل داود من الرب قال: اصعد الفلسطينيين اتدفعهم لدي؟ قال الرب داود: اصعد، لاني دفعا ادفع الفلسطينيين، انا هديك نصر، تحرك، يلا تحرك. اتحرك داود، كملوا معايا بقى القرايه عشان جميل الجزء ده. فجاء داود الى بعل فرسايم وضربهم داود هناك وقال، عايز هللويا قبل ما تقول دي، قد اقتحم الرب اعدائي امامي كاقتحام المياه. يا داود انتصرت ازاي؟ انا ولا حاجه، انا بس رحت كده لقيت الرب داخل قدامي وكانه جاي بشلالات ميه رهيبه شالهم من قدامي خالص. هللويا، اقتحم الرب اعداءنا، هللويا، اقتحام المياه. هي في ايه؟ قال انا ما فيش، انا سالته قال لي اعمل كذا، لقيته هو شغال خلاص، انا مش وراه بس انا، هو يقول لي اعمل كذا نعمل، هو شغال، هو يحارب عني وعنك، بس تنزل وكسعد بس كده، وقف كده وتلاقي هو اشتغل، هو يقتحم العدو كاقتحام المياه. عشان كده سمى الموضع ده بعل فرسايم. بعل فرسايم يعني اله الاقتحامات، او اله الذي يصنع الهزائم بالعدو، اللي هيهزم عدوك واللي هيديك نصرة واللي هيرفع راسك ويخلي عدو مكسور قدامك، مش انت اللي مكسور قدامه. مين يقول امين معايا؟ اوعى تنزعج لما تيجي الحروب عليك بسبب المسحة، لكن النهاردة ارفع عديك بإيمان، قوله أنا معاك أهو، وتقعد قدام الرب وتستقبل من الرب، واللي يقودك للرب تحرك فيه، وحينزل الرب أمامك. حد قال أمين؟ حيتحرك الرب أمامك، هيقول لك اعلم اليوم أني أنا الرب إلهك السائر أمامك، أنا اللي همشي قدامك. هو يبيدهم، هو اللي هيعمل كده، أنت بتحرك هو بيشيل من قدامك المقاومة دي ويزيلها. بس تقول لي بس أنا أصلي قريت بقية الإصحاح برضو رجعوا تاني القعدة، طب ومالهم يرجعوا؟ يعني ما هو أكيد هيبقى في مقاومة، أنا قلت لك أنا ما ضحكتش عليك، في مسحة في دعوة يبقى في إيه؟ مقاومة، عادي يعني ما تتخضش. بس هيعمل ايه؟ كل معركة وكل مقاومة هيديك نصرة فيه. تقول انا اشكر رب خدت نصرة في المعركة اللي فاتت في الموضوع الفلاني، والموضوع اللي انت فيه النهاردة هيديك نصرة فيه، والحرب اللي انت فيها النهاردة هيديك نصرة فيها،
وممكن يغير الطريقة، سيبه يغير الطريقة براحته. يعني عشان كده تسأل الرب، دخل قدام الرب تاني مرة داود، أما الرب قال له ما تصعدش، ما لا عملي الدور من خلفه، وقف، قام تسمع صوت خطوات في أشجار البق، أعلم أن الرب خارج. هللويا هللويا. يعني ايه؟ يعني فكره كلها بس وانت بتساله هيغير لك الطريقه، بس يعني يقول لك اعملها بالطريقه دي، سيبه براحته برضه ولا ايه؟ انت تحت، انا تحت امرك، اعمل كذا، انا معاك، بس النهايه ايه؟ النهايه النصره لك 100%، النهايه المقاومه لن تنجح، النهايه حرب العدو ستفشل، النهايه ستخرج من هذه الحرب منتصر وناجح باسم يسوع، النهايه المسحه تتم، النهايه الدعوه تحقق، النهايه اللي رب قاله هيتم في حياتك. مين يقول امين معايا؟ هللويا. انا مش بعرف، انا عايز اصلي فلازم اجري عشان نصلي. مش بعرف انت فين دلوقتي، هل انت محتاج مسحه الاعلان؟ لانه مش باين قدامك ان في دعوه، انت اخرك تيجي اجتماع، ولما تيجي اجتماع تحس انك انت كده يعني وصلت الحمد لله، ولو صليت بقى بالليل وسع من سكتي، الا بقى لو صليت الصبح بقى يبقى انت كده ما حصلتش، صليت صبح وليل وجيت الكنيسه يوم الاحد انت كده يعني حكايه، حاسس ان انت مفروض يعمل لك تمثال في ميدان رمسيس مثلا، راجل بتصلي صبح وليل وتيجي الاجتماع وكويس جدا، ولا واخدت خلوتك كمان بقى معدي. ايوه في دعوه، في قصد لحياتك، في غرض لوجودك في الدنيا دي، انت في نفس، يبقى ربنا عايز شغل ليك، في حاجه داعيك تعملها هنا، لازم تدرك الحقيقه ديت، لازم تداري قلبك باستمرار في شغلك، في البيت، في علاقاتك، في الدائرة اللي انت موجود فيها، في اي دائرة يحطك فيها انت مدعو، فتبقى دايما فاتح قلبك، انت عايز ايه اعمله دلوقتي؟ انت ايه اللي دعيني اتحرك فيه دلوقتي؟ مش لازم خدمة في اجتماع رسمي، سيبكم من الكلام ده، لكن في تحركات الهية، في تحركات الرب يحركك فيها، في ارساليات الرب يرسلك فيها، وانت فاتح ودانك وروحك وقلبك وماشي معاه يحركك للدعوة. لو انت مش كده هنصلي الان انه مسحة الاعلان اللي انسكبت على داود في صمويل الاول 16 تنسكب عليك النهاردة، فتدرك ان الرب لي قصد في حياتك، وقلبك يولع نار بقى، وقلبك يولع نار، وتقول بقى سيبك بقى من التفاهات بتاعت الدنيا دي والعك كده. طب والموضوع الفني متعلق، الرب هيحط له حد وهيحط له نهاية. طب والقصة الفنية هيتمجد فيها على فكرة. طب والموضوع اللي انا عايلهمه هتشوفه يدهشك، هيبهرك على فكرة، ده راعي مهتم جدا بيك وبيكي قوي 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 قوي، مهتم جدا جدا، ومهتم بيك وبنسلك ونسل نسلك وبيتك وظروفك وصحتك ونفسيتك، هو مهتم. ما تقولش الهام، ما تعمل ايه؟ قول له انا بين ايديك، ماذا تريد مني انا افعل يا رب؟ حقق الدعوة بتاعتي في حياتي. في ناس هنا عرفوا ان في دعوة في حياتهم، بس بقى المقاومة بهدلتهم، فتعبوا وانهكوا ومش قادرين ومضغوطين ومتصارعين، عايزين مسحة تشجيع النهاردة، تنسكب روح القدس عليك كده، ورب يقولك تشدد، قم، يلا قوم، يلا كمل، ما تقفش. يمكن عامل زي إيليا قعد تحت الرتم كده وفشلان ويأسان، يقولك يلا قوم من تحت الرتم، قوم قوم قوم، لسه عندك شغل، قم امسح، عندك شغل، أصل إزابل ولا هتعمل لك حاجة، قوم قوم، أصلا هتموتني يا عم، أصلك أنت مش هتموت أصلا، أصلا مش هتموت من أساسه، ده أنا عامل لك مركبة كده نارية هتاخدك، ده أنا عامل لك خطة رهيبة، سيبك من اللي أنت سمعته ده، أنا خطتي ليك رهيبة، ما تنزعجش من التهديد دوت، شغلي ليك رهيب، آمن وامشي وراي، قوم يلا من تحت الرتمة، قوم من ضعفك، قوم من سقوطك، قوم من صراعك مع خطايا، قول للرب أنا عايز حرية وشفاء عشان أحقق الدعوة بتاعتي. مين يقول أمين معي؟ أو ربما أنت منتظر الإتمام بقى، الرب يطلقك، الرب يسكب عليك المسحة التالتة دي النهاردة عشان إتمام للرب كلمك عنه، وتشجع جدا. ومعرفش أنت واخد بالك من يونسان ولا لأ، واخد بالك من حرام ولا لأ، عشان مرات بتعدي المواضيع دي، معرفش أنتوا بتعرفوا تشوفوا الحاجات دي ولا لأ. أصل أخ فلان لطيف، لأ مش الأخ فلان لطيف، اصل الاخت دي جميله قوي مشجعه، مش الاخت دي جميله قوي مشجعه، امال ايه؟ ده ربنا باعتها، ده ربنا اقامه، ده الاجتماع ده عشانك، ده المجموعه دي ربنا حاططها عشان يشجعك انت،
ده القصة دي عشانك انت مخصوص، فلازم عينيك تشوف ده فترفع تقول له أشكرك، أشكرك يا رب لأجل حرام، أشكرك لأجل يونسان، أشكرك لأجل التشجيع اللي عملته معي، أشكرك لأنك تطبت علي بالموقف ده، أشكرك لأجل الكلمة اللي أنعشت روحي أرسلتها، أشكرك لأجل الوعظة اللي فرقت معي، أشكرك لأجل التليفون اللي فرق معي، أشكرك لأجل الرسالة اللي أشكرك لأجل الجو اللي حصل ده ونقلني، أشكرك أشكرك وسبحك، أنا هفرح بيك ومش هسيب نفسي للحزن، لأن الحزن بيكسرك، فرح الرب هو قوتك. فأنا هفرح بكل تشجيع، ولن أنزعج من شاول، ولن أنزعج من الأعداء اللي صعدوا، لكن هرفع إيدي وأقول الرب يحارب عني، وهقعد قدامه أقول له عايز مني إيه، وعاوني أتعامل إزاي، وهسأل الرب وهستقبل من الرب وهتحرك ورا الرب، وأنا ضامن النتيجة 100%. كنترول السماء بيقول لي في نصرة، حد قال أمين معايا؟ كنترول السماء بينادي عليك يقول لك في نصرة، هتنتصري في الحرب دي، مش لأنك قوية، مش لأنك متشجع، مش لأن العدو ضعيف وأنت قوي، لا، لأن الرب يحارب عنك، لأن الرب يعطيك النصرة، لأنك تمشي ورا الرب في موكب النصرة كل حين، وترفع إيدك كل يوم وتقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا عايز تختم معايا تقول الجملة، يلا ارفع إيدك معايا قولها، حتى اللي بتابعنا ارفع إيدك، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، لا أقولها بقوة، بقوة بسلطان، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. هللو، تعالوا نصلي، تعالوا نصلي مع بعض. هللو، غمض عينيك معايا في الداخل اللي جاية. الرب جاي النهاردة يشجعك، حتى لو جيت في السكة احبطت زي داود كده ورحت للفلسطينيين ولخبطت في صموئيل اول 27 كده، رب يردك تاني. يا رب رد كل حد من احباطه خرج برا الدعوة بتاعته، يا رب رد كل حد انشغل. اليوم الرب بيدعوك تنفض الوحش، اليوم الرب بيدعوك تقوم مرة تانية، اليوم الرب بيدعوك تقف مرة تانية من جديد، عاوز يحط ايده عليك وعليك ويسكب زيت جديد النهاردة. النهاردة في زيت جديد، من يقول أمين معايا؟ عايز يسكبه عليك عشان يقولك يلا قم، في دعوة لحياتك، في الحرب عنيفة جدا، ما تخافيش، لن يقوى العدو عليك. اسمع اسمع كلمة الرب، لن يقوى العدو على حياتك. هللويا، أبواب الجحيم لن تقوى عليك وعليك، لأن الرب بنفسه يحارب عنك، لأن الرب بنفسه يسترك بستر خيمته، يظلل عليك. هللويا، كلمات مزمور النهاردة في الخلوة، ظللت رأسي في يوم القتال، لن تنجح، أيوة لا تنجح شهوات، لا تعطي الشرير شهوات، الشرير عنده شهوة يدمرك ويعطل الدعوة، لن تنجح، شهوته هتباد باسم يسوع، مخططه هيفشل باسم يسوع، والرب هيديك قوة، هيجعل قدميك كالأيائل وهيمشيك على المرتفعات، هيهبك قوة غير عادية في الجسد، تقول لي جسدي ضعيف، في قوة في الجسد، هيحط ايده عليك على الجسد فيديك قوة في الجسد، تقول لي نفسيتي تعبانة، يلمس النفس النهاردة، يملأك الرب بالروح القدس فيشفي كل أتعاب نفسية، ويحول خوفك، ويحول الجبن والتراخي وعدم الشجاعة، يكسر دم الروح القدس، فتلاقي نفسك مختلف في اسم الرب يسوع. لو ضعيف روحيا وتقول أنا بعيد قوي، هو صحيح الرب لي دعوة في حياتي بس أنا ضعفت وبعدت وحياتي بقت فترة وضعيفة، الرب يرسل نار عليك النهاردة. صدقني الاجتماع ده ليك أنت شخصيا، ده ممكن يعمل رب الاجتماع ده عشان شاب وعشان شابة وعشان رجل عشان امرأة وعشان أخت كده اتلبخت في مشكلة وموضوع ودخلت في قصة وداخل في مواضيع وملبوخ كده، الرب النهاردة جاي يحط ايده عليك. هللويا، احنا عندنا دقايق هنصلي فيها صغيرة بس عميقة جدا، عايز الدقايق دي يحدث فيها الاتنين، هصلي لأجل الاتنين، هصلي لأجل الزيت ينسكب عليك وهصلي لأجل الحرب تنكسر من عليك، أمين؟ هصلي لأجل يونسان وحرام يكونوا لمعين قدام عينك فتتشجع وتفرح، تقول رب أشكرك، تقول رب أشكرك، مين يقول رب أشكرك؟ أيوة أشكرك، قول رب أشكرك على كل حرام وكل يونسان في حياتي، يا رب أشكرك على كل مشجعات، يلا قول رب أشكرك، أنا من سمعك بتشكر، يلا لا أعلي صوتك وانت بتشكر، لا يستحق الشكر رب، شكرا على كل حد بتحط في حياتي، شكرا على كل ناس شجعتني، شكرا على كل ناس أرسلتها، أشكرك لأنك أرسلت موسى ومريم وهارون أمامي،
يا رب أشكرك لأجل كل خادم وكل قائد وكل أخت وكل صديقة وكل معينة وكل حد قرائب، يمكن أختك في الجسد أو أختك في العيلة أو واحدة أخت في الكنيسة أو واحد أخ صديق ليك. أشكر رب، أشكر رب لأجل الحرام اللي من بلد تانية، اللي مش من وسط مجموعتك، اللي مش وسط الكنيسة، وما تقعدش تقول ايه ما لقيتش حد من الكنيسه، بلاش بقى الكلام بتاع اللي هو انتقادات ده. اقول اشكرك لاجل حرام، بعت حرام مجدا للرب، هللويا، لاجل حرام، حتى لو من بلد تانيه، حتى لو من مجموعه تانيه غير مجموعتي، مش من عيلتي، مش مهم، مش من كنيستي، مش مهم، مش في حرام، مش في حد بيشجعك، اشكر رب لاجله. فارفع ايدك وقول اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب لاجل كل تشجيعات بتحطها في حياتي، أشكرك لأجل كل مجموعة شجعتني، أشكرك لأجل كل فرد استخدمته، أشكرك لأجل كل حد أرسلته لحياتي يا رب. أنا عايز أفرح النهاردة، ربنا كان بيشجعني أقول لك ربنا عايزك تفرحي، على فكرة ربنا عايز يفرح قلبك دلوقتي. تقولي ما هو ما حصلش حاجة، لا مش الأشياء اللي تفرحك، قولي النهاردة هفرح بيه هو، هفرح بيه هو، الموضوع ما خلص بس هفرح بيه هو، عندي حاجات تقيلة بس هفرح بيه هو. جاي يقولك النهارده افرح، الدعوة هتتم، افرح، مخطط إبليس مش هينجح، افرح، اللي هددك بيه إبليس ورعد يرسمهولك وعملك رسمة رعبتك، الرب يقولك الرسمة دي مش هتحصل، الرب بيشت يقولك الرسمة دي مش هتحصل، اللي رسمهولك إبليس كده وخلاكي معرفتيش تنامي مبارح والأسبوع ده مش عارف متلخفن عشان رسملك رسمة كده مخيفة مزعجة، وإفرض حصل وممكن يحصل، الرب جاي يشطب ويقول ده مش بيحصل، ده مش بيحصل، الوهم ده، الرسمة دي مش هتحصل، مخططي يتم، مقصدي تتم، دعوتي تتم، اللي قلته على حياتك يتم. ما تخافش، افرح، افرح، ما تستناش حاجة تحصل، افرح بيه النهاردة، افرح بيه، زيت الابتهاج ينسكب في هذا الاجتماع الآن، مسحة فرح تنسكب على كنيسة الرب النهاردة، يسكب الرب عليك مسحة فرح فتشكر، تتهلل، مسحة تشجيع، تتشجع، ترجع تاني للكرازة، ترجع تاني لتوزيع النبز، ترجع تاني للصلاة مع الناس في التليفون، ترجع تاني للزيارات، ترجع تاني للعطاء وانت بتعطي، ترجع تاني الخدمات وقفت باسم الرب يسوع، كل حد خدمته وقفت يرجع مرة تانية، كل حد دعوته وقفت ترجع مرة تانية، كل حد اتلبخ تتفك باسم يسوع، كل حد ارتبك يطلقك الرب من ارتباكك، كل حد واقع ومش قادر يقوم يقيمك الرب الآن، يحط ايده عليك بقوة الآن، بيقولك قم، قم من تحت الرتمة، أنا محبط، قم من تحت الرتمة، أنا تعبان من نفسي لأن غلطت، قوم 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 من الشعور بالذنب، قول للرب النهاردة طهرني وعالجني وغيرني واغسلني وحررني واسكب زيت جديد على حياتي، دعوتي تتم. إبليس عاوز يدمر دعوتك بأي ثمن، قول النهاردة لن تنجح باسم الرب يسوع. في ناس هنا أنا جوايا أقول لك أرفض الوحش، في حاجة مسكت فيك أرفضيها الآن، قولي باسم يسوع لن أموت، في اسم يسوع لا توقف لدعوتي، في اسم يسوع لا فشل لقصد الله في حياتي، في اسم يسوع هكمل، في اسم يسوع تنجح خطة الله في حياتي، في اسم يسوع للرب قاله عن حياتي هيتم كما في السماء كذلك على الأرض. أنفض أنفض أنفض، قول باسم يسوع معاك، قول أنا أقبل، في هم مرمي عليكي، في هم، مهموم 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 ومشغول ومربوك في اسم يسوع، يرفع من عليك كل هم، يرفع من عليك كل ضغطة في اسم الرب يسوع المسيح، مسحة فرح، مسحة قوة، مسحة إعلان، نور العيون يا رب، ولع القلوب، ولع القلوب، ولع القلوب يا رب، ارسل نار الآن يا رب، ارسل نار الآن بالروح القدس يا رب، كل واحد فتر واتطفت النار اللي جواك بسبب حزن، بسبب مشكلة، بسبب مرض، قوم قوم النهاردة، انفض من عليك، لا تنتظر تغيير الأحداث، لا تنتظر نهاية الموضوع دوت. أنا نفسي ترفع ايديك وبقول لحتى اللي بتابعوني أو موجودين، حتى لو بتعدي بوقت صعب، ارفع ايديك وقول لن أنتظر نهاية الموضوع دوت، أنا هستقبل مسحة الآن، أنا هستقبل قوة الآن، أنا هستقبل زيت الآن، أنا هستقبل نار الآن،
هللويا او هللويا او هللويا او هللويا. نار 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 تشعل قلبك، لا فتور ليك، لا ضعف ليك وانحناء ليك. باسم الرب يسوع تكون كجبار بأس، تنهض كجبار بأس. هللويا، عودة لأمور روحية كنت بتعملها قبل كده. إذا بتتابعني أو حاضر بتفكر مش عاوز تكمل في الخدمة لما الأمور تبقى أحسن، الرب يقول لك لا، اخدمني وانت تعبان تحت الضغوط وحاسمر بيك في أرض المزلة، هأسمر بيك في أرض المزلة. ما تضيعش الوقت، ما تضيعش الوقت، ما فيش وقت على فكرة. الرب جاي، الرب جاي، الرب جاي. فارفع ايدك كله زيت زيت زيت، ارفع ايدك كله زيت، مسحة مسحة. لا ضياع للوقت، لا استنزاف لوقتي، أنا بستقبل زيت، أنا بستقبل مسحة، أنا بستقبل قوة جديدة بروح القدس. انفض الوحش، قول باسم يسوع. يلا قول معي باسم يسوع، باسم يسوع. انفض 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 الضعف، انفض الفتور، انفض الخطية، انفض الكسل، انفض الفشل باسم يسوع. ورب الشكد على السلام، ورب الشكد. ويزداد 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 المجد بيننا، ويزداد 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 يسوع في وسطنا، ويزداد 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 مجد بيننا، ويزداد 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 يسوع في وسطنا. زيت زيادة فيت علينا، زيت زيت فيت، استقبل استقبل زيت، مسحة إعلان، مسحة تشجيع. ورب الشيكة زيت زيت زيت، اسكب زيت زيت، السماء مفتوحة، زيت منسكت، زيت زيت نعمة وما تنسكن، نعمة
كل الناس، لازمكم في الدقيقة اللي جاية عشان هنختم الوقت. هصلي الصلوة التانية وهشجعك. أنا كان نفسي أكمل، لو قعدت أنا ممكن أقعد ساعة تانية أصلي لأجل المسحة والزيت ده والنار دي تيجي عليك، بس هشجعك اعمل ده في البيت، اعمل ده في خلوتك. أطلب 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 مسحة الإعلان، مسحة التشجيع، مسحة الإتمام. أطلب الزيت، أطلب الفرح يملأك، أطلب القوة عشان تقدر تثمر، أطلب النار تخليك تقول لا لأي حاجة. دعوتي أغلى، دعوة الله لحياتي أغلى وأهم. هكذا يصلي الصلوة التانية لأجل كل مقاومة لوقف نهضتك والوقف دعوتك، كل مقاومة عشان إبليس عايز يموت الدعوة أو يموتك أو يموت الدعوة. تقعد كده مش عامل حاجة غير أنك بتخبط مع الحياة والدنيا والظروف، شوية فرحان حصل حاجة كويسة، شوية متضايق حصل حاجة وحشة. لا لا، أقول لا بكل قوة معايا النهاردة، مقاومة العدو تنكسر. اللي عمله الرب مع داود الآن، الآن يقتحم الرب أعدائنا الآن. ارفع ايدك قول الآن اقتحام الرب، يقتحم الأعداء الآن كاقتحام المياه. كل حرب ضدي، كل مقاومة علي، على جسدي، على بيتي، على علاقاتي، على وقتي، على صحتي، على الفلوس، على أولادي، على الأسرة، كل مقاومة، كل مقاومة الوقف الخدمة، كل مقاومة الوقف الدعوة، نار تحرقها الآن كاقتحام المياه، كاقتحام المياه باسم الرب يسوع المسيح. الحرب تنكسر الآن. هو هاليلويا، الإبادة تتكسر النهاردة، إبادة تتكسر بيها كل آلات إبليس ضدك باسم الرب يسوع. نار 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 تحرك آلات العدو الآن، نار تحرك آلات إبليس على بيتك وعلى جسدك وعلى العلاقات وعلى نفسيتك. انفض الوحش باسم يسوع، انفض الوحش باسم يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. واحنا بنرنم الترنيمة دي عندي إيمان، واحنا بنقول اقتحم الرب وأعدانا، في حاجة بتحصل دلوقتي. آمن الآن الآن الآن، موجود بتابعنا في أي مكان في العالم أو في الإعادة، في اقتحام للرب على عدو يكسر الحرب اللي عليك، الحزن اللي عليك، الضعف اللي عليك، يطلقك الرب. اقتحم الرب أعدائنا أمامنا كاقتحام المياه، أنقذنا إلى الرحب بيده، أخرجنا زاد عظمتنا. اقتحم الرب أعدائنا أمامنا كاقتحام المياه، أنقذنا إلى الرحب بيده، أخرجنا زاد عظمتنا. قد أعطى صوته العلي، تجت الأرض لاسمه، كل الجبال سبت فرّاب، قام وأرعب من السماء. قد أعطى صوته العلي، تجت الأرض لاسمه، كل الجبال سبت فرّاب، قام وأرعب من السماء. اقتحم الرب أعدائنا أمامنا كاقتحام المياه، أنقذنا إلى الرحب بيده، أخرجنا زاد عظمتنا. اقتحم الرب أعدائنا أمامنا كاقتحام المياه، أنقذنا إلى الرحب بيده، أخرجنا زاد عظمتنا. طريقه في العاصف ينشف نوع البحر، من مثله في القوة جبار يخرج إلى القتال. طريقه في العاصف ينشف نوع البحر، من مثله في القوة جبار يخرج إلى القتال. Baby.
هللويا هللويا. اشكرك لاجل انطلاقه والنصره وكسره العدو. اشكرك باع الفرسايم اقتحام حدث الان. اشكرك ان العدو اتكسرت مقاومته ويعظم انتصارنا بالذي احبنا والدعوه تتم والخطه تتم والمسحه تاتي لنا لاتمام الدعوه والقصد الالهي باسم الرب يسوع المسيح. اؤمن اللي صنعته النهارده سيبقى الى الابد. اللي صنعته النهارده بنختم عليه بالدم الكريم. اللي صنعته النهارده كل نار كل حركه كل مسحه كل انطلاق كل حريه يثبت ويدوم الى الابد في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع لكل المجد. امين امين.